السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السيد الأمين العام المحترم دكتور سعد العثماني، مرحبا بك بمدينة وجدة ومرحبا بك بجهة الشرقية. مرحبا بأمين عام نعتز به ونفتخر به. مرحبا بأمين عام، رجل عالم مثقف سياسي، قوة هادئة في العمل السياسي. فنحن في الحقيقة فخورين بقياداتنا وفخورون بحزبنا، فخورون بانتمائنا لهذا الحزب. فتحية لكم جميعا أيتها الأخوات والإخوة، هنيئا لكم أيتها الأخوات بهذا القرار بانتمائكم لحزب العدالة والتنمية، وهنيئا لكم أيها الإخوان بالالتحاق بسفينة المقاومة والنضال، وعيش لنعيش جميعا في حزب سياسي همنا الوحيد هو أن نخدم الصالح العام. أيها الأخوات وأيها الإخوة، نحن منتمين لحزب العدالة والتنمية، طبعا ما احنا طامعين، ما احنا خايفين، ما احنا حريصين، وهذه قوتنا. لا يوجد في المشهد السياسي الحالي مجموعة من أحزاب مجموعة على ما نحن مجموعون عليه، لأننا نجتمع على شيء واحد هو مصلحة الوطن، لا شيء أكثر ولا شيء أقل، هي فوق كل شيء، وهذه قوتنا. فمن أراد أن ينافسنا فليتنافس معنا على المعقول، فليتنافس معنا على حب الوطن، فليتنافس معنا على الصدق. هذا هو رأس مالنا. هؤلاء السيد الأمين العام، صحيح كما أكد السيد الكاتب الجهوي، إن هذه الزيارات للجهات هي لها رسائل متعددة، ولعل هذه الزيارة للجهة الشرقية السيد الأمين العام، وكما رأينا خلال هذه الجولة لهذه الأقاليم، ما زال الشعب المغربي وما زال المواطنون المغاربة إناثا وذكورا يثقون في حزب العدالة والتنمية ولو بعد ولايتين متتاليتين. وإن دل هذا إنما يدل على أن حصيلة العدالة والتنمية بترأسها للحكومة هو كان إيجابيا، وأن الشعب المغربي يدرك أن العدالة والتنمية وحزب قوي منظم له غير على هذا البلد وعلى هذا الوطن. مهما كاد الكائدون ومهما شوش المشوشون، فنحن إن شاء الله سنخوض هذه الاستحقاقات المقبلة بكل قوة وبكل عزيمة، وسنهزم أولئك الذين اجتمعوا فقط على القاسم الانتخابي، أولئك الذين فقط اجتمعوا على القمة بالهندي ولم يجتمعوا على مشروع القانون الإثراء الغير المشروع. لو كانوا أحزاب سياسية حقيقية لمرروا مشروع القانون تاع الإثراء الغير مشروع بسهولة وبسلاسة، أين هم من هذا؟ إذن هذا يدل على أن هذه الأحزاب فقدت البوصلة، وحزب العدالة والتنمية لن يعزل سياسيا، بل هو نبض الشارع المغربي وهو نبض الأمة، فهو يدافع عن القضايا الوطنية وقضايا الأمة، وهذا هو قوة حزب العدالة والتنمية بنسائه برجالاته. أيها الإخوة والأخوات، طبعا اليوم نحتفل بهذا الالتحاق هذه الدماء الجديدة بصفوف العدالة والتنمية، ونحن على يقين أن وضوح رؤية ديالنا ومرجعيتنا الإسلامية وغيرتنا على هذا البلد وغيرتنا على هذا الشعب المغربي، أكيد أننا هذا الانتماء ديالكم والالتحاق بكم بنا غادي يعزز القوة ديالنا سواء في إقليم وجدة أو في الجهة الشرقية وعلى سعيد الوطن. أيها الإخوة والأخوات، حتى لا أطيل، طبعا احنا كنواب برلمانيين كمنتخبين في العدالة والتنمية، كما كتعرفوا كما يعرفوا الشعب المغربي كما يعرفوا الساكنة تاع المدينة التي أتشرف بتمثيلها في قبة البرلمان، نحن طبعا نشتغل بالليل والنهار على
على أن فعلا فيما تجدوا منتخبين العدالة والتنمية موقع المعارضة موقع التسيير، وإلا أنهم يشرفون حزب العدالة والتنمية، يشرفون للانتماء ديالهم لحزب العدالة والتنمية، يعطون معنى للسياسة، يعطون معنى للحزب السياسي، وهذا شرف لنا أن ننتمي لهذا الحزب بكل مكوناته وبكل أدبياته ومرجعياته. أخيرا احنا فعلا ننتمي لواحد الحزب السياسي، بغينا نغيروا، بغينا بلادنا تكون في صفوف الدول المتقدمة والدول اللي فيها تنمية، ولكن أيها الإخوة والأخوات ولنقولها بصراحة ومع وجود الأخ الأمين العام ديالنا، احنا بغينا فعلا ما تكونش ردة ديمقراطية، ما بغيناش فعلا نرجعوا لسنوات تاع 2009 وما قبل 2009 فعلا، وأننا كأننا نشعر بأن كاين هناك واحد ردة ديمقراطية وردة سياسية، والشعب والشباب المغربي في حقه كيتسأل واش فعلا نحن بغينا نرسخوا دولة الحق والقانون، بغينا نرسخوا الدولة الديمقراطية، بغينا المكتسبات ديالنا اللي حققتها الدولة ديالنا في مجال تاع الحريات، في مجال تاع الحقوق، في مجال تاع الديمقراطية، هي الأساس تاع كل نموذج تنموي. ما يمكنناش الإخوة اليوم نهضروا على نموذج تنموي حقيقي اللي احنا كنا نتمنوا أنه فعلا نحققوا الأهداف ديالو بلا ما تكون هناك ديمقراطية. اسمحوا لنا القسم الانتخابي صعيب، صعيب نهضروا على واحد النموذج تنموي ناجح بهذه الآليات هذه. الأحزاب السياسية ماذا تريد؟ وهل تريد أن تضمن مكانا في البرلمان وفي تدبير الجماعة الترابية؟ باش خصها هي اللي خصها تجتهد. المشكل ماشي موجود فينا حنايا كعدالة وتنمية، المشكل في هذه الأحزاب السياسية التي لا ترقى إلى أحزاب حقيقية، أحزاب مواطنة، أحزاب تؤثر المواطنين. وأخيرا حتى لا أطيل، أنا يظل لي الإخوان والأخوات الكريمات، خصنا واحد هبة، هبة اللي فعلا كل واحد عنده في المحيط ديالو العائلي والجيران والمجتمع أن هذا مشروعنا جميعا، لأننا فعلا نريد لتحقيق الرقي لهذا البلد ديالنا، ونريد طبعا أن البلد ديالنا يتبوأ الصدارة، وفعلا نعطيو رسالة للمغاربة بأن مازال كاين ثقة في الأحزاب، بعض الأحزاب السياسية مازال كاين ثقة في الفاعلين السياسيين، هكا باش نقدروا نخدموا بلادنا، وباش جلالة الملك حفظه الله كما طلب من الأحزاب السياسية أن تكون أحزاب حقيقية تأثر المواطنين، تكون العدالة والتنمية فعلا كتجسد هذا الروح نتاع الدستور ونتاع الانتداب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.